بس اها انا بس انا هنا بس سؤال، يعني برضو هنا الشركات يعني زي ما الخاص اديت مثل يعني كوريا شركة سيارات، شركات السيارات كل همها هو الربح، صح التجارة، يعني ان هو استثمار. يبيع اكتر ما يملك، ولكن البحث العلمي دي حاجة تانية خالص، دي فائدة هو مش عارف هتروح فين. يعني بحس ان هي من مهام الدول، الدول هي اللي بتعتني بده، لكن كويس انا بخاف شوية من الشركات الخاصة، لانها هل هتبقى الا لو كان عندها فائدة ما، تبحث وراء شيء ما. تمام فبرضو ده سؤال، بدليل انه لما الكورونا انتشرت ما كانش في حاجة تغطي هذا الفيروس سريعا، يعني فضلنا في تجارب سريرية وتجارب حتى هذه اللحظة، الاختلافات بين كل انواع اللقاح، فده بدليل بانه ما كانش في تجارب من هذا النوع خاصة بعلم الفيروسات انقذتنا مثلا. يعني طيب خلينا نقول على حاجة تانية، هو من أنتج هذه اللقاحات؟ هي شركات خاصة، مش الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنتجت، هي طبعا، شركة بس هي كذا انتجتها وشركة تحت كذا. الازمه لانه عارفه انها هتكسب، أيوه بالظبط يعني كده، هو الازمه وراها خلينا انها نتفق يعني بالماركتنج والتسويق في ازمه زي اي إدارة ازمه في الأزمة. اي حته. البحث العلمي إن لم يؤدي إلى منتج يتم تسويقه، اللي حضرتك تتكلمي عليه ده بينفع في البحث العلمي في بعض المجالات اللي هي ما ينفعش القطاع الخاص يخش فيها، اللي هو ايه؟ الحاجات اللي ليها علاقه بالتسليح مثلا، علاقات اللي ليها علاقه بحاجات نوويه مثلا، حاجات اللي ليها علاقه باماكن المستثمر او القطاع الخاص مش هيشترك فيها. يعني نضرب مثلا عشان برضو نوع الاسفلت اللي احطه مثلا في الطريق علشان يستحمل درجات الحراره الخاصه بهذه الدوله، او اللي يعمل لي حاجه معينه او خلافه. يعني هضرب لك مثل برضو احد النجاحات في الدول العربيه، يعني قد اكون مش هقول ان انا بأذيع سرا ولا حاجه، في المملكه العربيه السعوديه بتصرف قد ايه فلوس عشان تخلي الرخام اللي موجود عندها في الحرم مثلا النبوي او الحرم المكي ما يبقاش سخن قوي علشان درجات الحراره درجات العاليه الحرارة المرتفعة. لراحه الحجاج والمعتمرين. طب لو قدرنا نخلي الرخام ده او حاجه ماده تانية يكون بيولد بروده من غير ما استخدم الطريقه العاديه، وده احد الابحاث اللي توصلنا اليها او توصل اليها احد الباحثين. الله. يعني هي الفكره في الاخر، هو البحث هو عباره عن انا بجد حاجه تريح الشعب او الناس او المستهلك في الاخر. فاللي حضرتك بتقول يعني ده صح في بعض الجهات، انما كل شركات الادويه في العالم كله اللي هي بتبص على الصحه بتاعت الانسان هي شركات خاصه.